أول معسكرين تدريبيين للروبوتات والذكاء الاصطناعي تحتضنه نينوى، ضم 53 طالبا موهوبا لإعداد المواهب الطلابية الابتكارية وصقلها وتطوير مهاراتهم في مجال التكنولوجيا للالتحاق بأقرانهم في الدول المتقدمة. تم استضافة 3 مدارس من الموهوبين من بغداد، من الأنبار، وأيضا من محافظة نينوى. اشتغلنا بها على مشاريع خاصة بالروبوت، قسمناهم إلى فرق، كل فريق راح ياخذ روبوت ويشتغل عليه على فكرة مختلفة، راح يصمم يركب ويبرمج روبوت كامل، بعدها لازم يسوي برزنتيشن. الطلبة طوروا روبوتاتهم ببراعة كبيرة، إذ يتعاونون فيما بينهم بإشراف أساتذتهم في مدرسة الموهوبين بنينوى. فالروبوت هو نواة مشروع للذكاء الاصطناعي، يستعد طلبة من بغداد ونينوى والأنبار لإنجازه والمشاركة في محافل دولية ممثلين عن العراق. شاركنا اليوم بالمعسكر التدريبي المقام في محافظة نينوى. أنا وفريق اشتغلنا على روبوت اسمه جيلو روبوت. روبوت يقدر يمشي بشكل متزن وأكثر من بقية الروبوتات، وحتى يقدر يعني من توازنه يعني يقلب أو يسوي، المهم توازنه يشبه حد ما البشر. دعم غير محدود تقدمه الحكومة المركزية لهذه الشريحة من الطلاب، علها تتمكن من تحقيق ما يمكن أن يسهم في تطوير العلم والتكنولوجيا بين طلبة المدارس، وخاصة في ظل تراجع الواقع التربوي إلى مستويات غير مسبوقة في البلاد. هذا المخيم تم باستهداف 53 طالب، تم تقسيمهم على حسب جروبات، على حسب الفئات العمرية، على حسب المستوى العلمي. باليوم الثاني تم تناول الروبوتات وطريقة تصميمها وتركيبها والبرمجة. أما باليوم الثالث تم العمل على الطابعة الثلاثية. باليوم الرابع تم عمل عروض تقديمية ومشاريع لأجل تأهيلهم في المسابقات الدولية. وتعد مدارس الموهوبين واحدة من أهم وأكفأ مدارس العراق، إذ تسجل في كل عام براءات اختراع جديدة، فيما يتميز طلابها بتحقيق جوائز على المستويات المحلية والعربية والدولية. من الموصل، محمد سالم، يو تي في.